وعلى الجانب المقابل في الدور الدولي، أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن أن المحافظة نينوى تسير في طريق التعافي والتطور والإعمار والعودة للتعايش السلمي الذي عرفت به عبر التاريخ. وقال هيتشن في مؤتمر صحفي مع المحافظ عبد القادر الدخيل إن الأجواء الحالية في مدينة الموصل تشهد بعض التطور والإعمار والتعايش السلمي، مشيرا إلى أن هذه التطورات ستعجل بعودة المسيحيين والإزيديين النازحين، مقابل استعداد كبير لدى الحكومة البريطانية لتقديم أي خدمة لنينوى. ومن جهته قال الدخيل إن إدارة المحافظة تعمل جاهدة على تعزيز ودعم الاستقرار والإعمار بعد نجاح الأهالي بإحباط كل مشاريع الفتن والاقتتال العرقي والطائفي التي جاء بها تنظيم داعش. نرحب أجمل ترحيب بسعادة سفير بريطانيا في بغداد والقنصل العام في أربيل لزيارتهم إلى محافظة نينوى ومدينة الموصل. سعادة السفير والوفد المرافق له تجول في المدينة واطلع على التقدم الحاصل في مدينة الموصل ومحافظة نينوى بعد عمليات التحرير، وأشاد كثيرا بالجهود التي تبذل من أجل دعم عملية الاستقرار وعودة النازحين، وكذلك الحفاظ على كل مكونات المدينة من الطوائف والأديان، وكذلك كل الاختلافات السياسية ووجهات النظر. فهذا دليل أن نينوى ومحافظة نينوى قد عادت من جديد رغم كل التحديات التي مارستها عصابات داعش الإرهابية، أرادت أن تزرع الفتنة بين صفوف المجتمع في مدينة الموصل ومحافظة نينوى، ولكن خاب ظنهم بسبب أن نينوى والموصل هي مدينة تاريخية، مدينة حضارية. من هذا التاريخ ومن هذا الإرث الحمد لله استطعنا إلى الوصول إلى ما يكون هو هدف للحكومة الاتحادية وتطلعات أبناء محافظة نينوى حتى ترجع نينوى والموصل مدينة زاهية. فأهلا وسهلا بسعادة السفير في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. شكرا للسيد محافظ وفريقه، وبالنيابة عن فريقي من السفارة أود أن أعبر عن امتناني. فكشخص هذا شرف كبير أن أزور مدينتكم. طول حياتي أنا قرأت قصص عن مدينة موصل، أقدم مكان في العالم، أم الربيعين. فشرف كبير أن أشوف التطورات الأخيرة في البلد وعلامات للتعافي والتعايش في مدينة، وهذا بلا شك ناقشنا في الموضوع التعايش، وهذا من تقاليد موصل. موصل مثل فصيفة صار، وأعتقد إن شاء الله في المستقبل المسيحيين والأيزيديين ككل سيرجعوا إلى موصل، لأن شكل موصل بدون التواجد الأيزيديين والمسيحيين مو طبيعي. هذا شكل وطبيعة موصل وأيضا مصدر قوة. فإن شاء الله في المستقبل نشوف نكمل الفسيفسة في الموصل. كان أكو دور بريطاني في تحرير موصل، بس طبعاً كان هزيمة داعش كان نجاح للشعب العراقي مو لبريطانيا. كان عندنا دور متواضع إحنا فخورين به. وفي المستقبل إن شاء الله اليوم ندور على فرص أخرى، مو عسكري لكن ثقافي وتجاري وسياسي، لتقديم الدعم إلى مدينة موصل، أهالي موصل وأهالي نينوى ككل. فشكراً على ضيافتكم، وشكراً على هذه الفرصة للتجول والاختلاط وياكم، ونتطلع إلى فارغ الصبر الزيارة.